Alhamdulillah. على نعمة الاجتماع في الله سبحانه وتعالى على طاعة الله والتعرض لنفحات الله وعلى الاقتداء والاستنان بسنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه واجعلنا وإياكم منهم تلونا كلام ربنا سبحانه وتعالى ودعوناه وتضرعنا وابتهلنا إليه وسمعنا كلام الدعاء وكلام البعض والتذكير بالعلي الكبير والأوبه إليه سبحانه وتعالى والمآب والمصير ليستبعث منا ومن كل ضمير منا إدراك مسؤوليته الكبيرة في مهمته الخطيرة في مساره في هذه الحياة مستعداً للقاء الله تعالى في علاه جل جلاله وتعالى في عظمته في ليلة النصف من شعبان التي جاءتنا فيها الأحاديث بالأسانيد الصحيحة والأحاديث بالأسانيد الحسنة والأحاديث بالأسانيد الضعيفة في شان فضلها وخصوصيتها وتجلي الحق تعالى على أهلها تجلى الحق سبحانه وتعالى على عباده فيها وفي الحديث الذي جاء بسند حسن أو صحيح إن الله يتجلى لخلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن فأما المشرك وهو من يعتقد أن مع الله إلها آخر فهو محروم من المغفرة أبداً سرمدا ما دام على ذلك حتى يتوب الله عليه ويقلع عن اعتقاد أن مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو إليه المصير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن انظر بلاء الشحنة وشوم الشحنة كيف قرنها وربطها بالشرك حطها عند إلا المشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن إيش من بلية في الشحنة هذه وصاحبها قد قريب من المشرك في بعد عن الله تبارك وتعالى وهو الذي ينطوي ضميره وصدره على بغض مسلم يقول لا إله إلا الله يشاحن هذا يود إضرار هذا أو ينال منه أو يوقع الضرر به ويحقد على هذا ويحسد هذا ويتسبب في إفساد أمر هذا أو في كسر خاطر هذا فلا يحمل الشحنة إلا محروم والعياذ بالله تعالى مبعود مطرود إن أعوذ بالله من غضب الله فهي بلية من أكبر البلايا ومرض من أشد الأمراض والأدواء إذا انتشر في الأمة فالحال كما قال صلى الله عليه وسلم هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين فمن استجاب لشحنة في باطنه على أحد من المسلمين قاده ذلك لأن يخون ولأن يكذب ولأن يبهت ولأن يظلم ولأن يؤذي ولأن يحسد ولا يبالي لأنه ملب لشحنائه ملب لبغضائه التي استقرت في قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى وأين محل نظر رب العالمين إلا إلى هذه القلوب اللهم طهر قلوبنا اللهم صفي قلوبنا اللهم نزه قلوبنا اللهم نظف قلوبنا اللهم قدس قلوبنا من كل ما تكره ومن كل ما تبغض ومن كل ما لا تحب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين وقد سمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المرض وهذا الداء بداء الأمم يعني المتسبب في هلاك الأمم المتسبب في تشتيت شمل الأمم المتسبب في انتكاس الأمم والأمم تنكتكس بهذا الداء إذا استشرى فيها ووطيع قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لا أقول تحلق الدين ولكن لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تعالى اللهم احفظ علينا ديننا
وقوي لنا إيماننا ويقيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. فيحلق دين الإنسان إذا استجاب للشحناء، إذا استجاب للبغضاء، إذا استجاب لداعي الحسد. والمؤمن إذا أحس في قلبه استثقال نعمة على أحد دعا له وأثنى عليه وسأل الله أن ينزهه فنزهه عن الحسد. وأما الغافل وأما المنافق فيتبع ذلك ويتمنى وتزيد أمنيته أن تسلب النعمة عن المحسود فلا تسلب، فيعيش في كمد وينتقل إلى نكد وأشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا جزاء أهل هذا المرض الذي يبغض الله سبحانه وتعالى أهله، مرض الحسد ومرض الشحناء، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. وجاءنا في السنة الكريمة أن الله تبارك وتعالى لا يغفر تلك الليلة للزاني، لا يغفر تلك الليلة لأهلي. هذه التورطات في الشهوات التي إذا تابعها الإنسان قطعته عن الرب، وقطعته عن الجنة، وقطعته عن مرافقة الأنبياء والصالحين، وأوصلته إلى مرافقة المحجوبين المبعودين المبغوضين الذين مآلهم كما قال ربكم ومن يفعل ذلك فسوف يلقى أثاما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فحق المؤمن في نفسه، وواجبه نحو أسرته وأولاده، وواجبه نحو ما يسمع وما يرى، وواجب ولاة الأمور أن يحذروا كل الحذر وأن يحذروا وأن يسدوا الفرد والأسرة وولي الأمر أن يسدوا ثغرات الدعوة إلى الفحش، الدعوة إلى الفواحش، الدعوة إلى الزنا، الدعوة إلى الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، في حفظ ما أودعنا الله وأوكل إلينا واستودعنا من هذه الأعضاء التي ما جينا بها من مصنع أحد إلا من عنده جاءتنا، وأمرنا أن نصرفها فيما قرر وأحب منا سبحانه وتعالى ورضي لنا جل جلاله وتعالى في علاه. وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهي من الأعمال التي يفارق الإيمان صاحبها عند عملها، كشان السرقة وشان شرب الخمر وشان النهب ينتهي بالنهبة ترتفع إليه فيها الأبصار، لا يفعل ذلك وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما قصر نبينا في التحذير من هذه الأخطار وهذه الأضرار والتي جلبت للناس بلايا وآفات ومفاسد من هنا وهناك. ويزعم كثير من دول العالم أنهم يحاربون إما المخدرات وإما المسكرات وإما يحاربون أمثال ذلك، ولا ظهر أثر حربهم في ساحة الواقع. وساحة الواقع إلا ما أدري في كل منها يستشري الأمر هذا ويكون ما يكون حتى يفسد الصالح والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويصل إلى ما يصل، والمسلمين صاروا محط لأن تلقى إليهم هذه القاذورات وهذه الأوبئة وهذه الشرور وهذه الجراثيم، تلقى إليهم جراثيم سيئات الأعمال ويغرى بها صغار وكبار، وينقاد إليها من ينقاد والعياذ بالله. وسببه أنهم أبعدوا أنفسهم عن سماع خطاب الله وعن سماع خطاب رسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا جالسوا أرباب القلوب التي أصغت لخطاب الله وخطاب رسوله، ومرت بهم الأعمار على ذلك، ففتحوا أسماعهم لمن يلقي إليهم القاذورات ويلقي إليهم الجراثيم ويلقي إليهم الأوبئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا محذرا من أن يعيش المؤمن على ظهر الأرض إما يتبع الناس، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون. فاتبع من؟ قال تجد عندك في الأرض
منيبين ينيبون إلي، روح وقراهم واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، ستجد أهل الصدق ما يفقدهم من فضل ربكم على كثرة ما يحصل من انحطاط عند الناس، ما يفقدون من بين الأمة، ولو قد فقدوا لكان الأمر أشد وأصعب وأتعب، ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة دي. قال عندك أهل صدق روحوا إليهم والتبط بهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. قال ربك الحق بهم وخذ معيتهم حتى تتخلص من آفاتك. فبهذا الإصغاء لخطاب الله واللحوق بركب المنيبين وركب الصادقين تنكشف الشرور وتندفع البلايا عن الأمة في البطون وفي الظهور، وإلا من يصغي إلى أكثر الأقاويل على ظهر الأرض تضل عن سبيل الله، تفتن العبد وإذا ضلته عن سبيل ربه الذي خلقه، فإلى أي شيء هدته، وماذا أكسبته، وماذا ستثمر له، وماذا ستعطيه، ماذا ستعطيه إذا قطعته عن باريه سبحانه وتعالى جل جلاله. الله يديمنا متصلين به وبرسوله وحبيبه الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك حذرنا من هذه التبعية وأكد علينا وقال إن قوم في أمتي بينسون تحذيري وبينسون وصيتي وبينسون نصيحتي وبينسون كلامي وبينسون بلاغي وبينسون تعبي وبينسون بكائي وبينسون جهدي الذي قمت به، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول ناس بيغفلون عن بلاغي هذا وعن تبييني هذا وعن إرشادي هذا وعن تعليمي هذا وعن إقامة الأمر بهذا الوجه الواضح، سيغفلون عن ذلك وينسون تعبي وجوعي وهجرتي وجهادي وبكائي، ويتبعون أعدائي هنا وهناك ويقتدون بهم في سننهم. من جملة ذلك كلما لعبوا علينا بلباس ومشينا وراهم التحكموا في ألبستنا رجال ونساء صغار وكبار، ما كان عندنا عقول ولا كان لنا مرجعية ولا كان عندنا قيم نقيم أمورنا عليها ونقيم أزياءنا على مقتضاها وعلى موجبها. ومن جملة ذلك ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، من جملة ذلك ساعة يجيبوا لنا ثياب نازلة خاصة للرجال ومترفعة خصوصا للنساء. وإذا تأملت ما يتنبو حتى من هذه السراويل للأطفال نازلة حق الذكور، أما حق الإناث ثياب مرتفعة لا فوق، عكس الهدي، عكس المنهج النبوي، عكس الشرع. وذا يعاكسون الشرع وما هم دارين، بفلوسهم يعاكسون الشرع، يخرج إلى المعرض ويشتري ذا ويشتري ذا ولا هو مبالي. وندرت المعارض في واقع المسلمين ليتحط فوق الثوب ذا القصير شيء من تحته طويل، أو ذاك الرقيق شيء من وراءه يستره ويستر الجسد، قلت هذه وهم يمكن حصولها ولو عملوا بمقتضى دينهم لتوفرت في كل محل ولكانت في كل مكان. ولكن وإذا زاغ القلب وطغى الإنسان ونسي الرحمن ونسي نبيه، بغى كما هذاك الفاجر وبغى بنته كما الفاجرة الخبيثة تلك، ويروح بفلوسه يشتريها ولا داري بنفسه يودي بنفسه إلى فين، ويمشي بنفسه إلى أي مصير وإلى أي غاية ونهاية. مصائب من المصائب الكبيرة التي أصابت الأمة، والشريعة جاءت بالنهي عن التشبه. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله تعالى. وذكر لنا في من يحرم المغفرة مسبل إزاره، أخي الذي يسبل الإزار يخرج اللباس حقه عن الكعب. وذا انتشر عند كثير من الناس الآن يلبسون ثياب سواء كان قميص وإلا سواء كان إزار وإلا كان سراويل أو أي شيء لبسه، فنزل عن الكعب ما أسفل من الكعب فهو في النار. وده أبغاها مدري ساعة أبغاها موضة وساعة أبغاها فخر. يا أبله يا بليت، ما هكذا يمشي العاقل، ما هكذا يمشي الواعي، ما هكذا يمشي المؤمن.
أما بعد ما يقول لك النبي ما أسفل من الكعب فهو في النار، إيش معك من عقل؟ بغيت موضة، يقول لك النبي في النار تيجي تقول بغيت موضة، ويقول لك النبي في النار تيجي بغيت فخر، فخر بنار. هذا ما هم مش ممشى ولا مسعى، إيش ذا العقل؟ وذول الأسرة اللي عندهم ثياب لأولادهم طويلة ما يعرفون يلفون فيها لفة ويخيطونها، ما يعرفون ذلك؟ أو ما عاد همهم الدين، ما عاد همتهم الشريعة، بيحكمون وسط دارهم مصنع كافر ولا بيحكمون منهج المصطفى الطاهر؟ يا رب صلي عليه وعلى آله. منهج مصنع كافر يتحكم في دارك وسط أسرتك وأنت مسلم مؤمن، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمل مضيع وسط الدار؟ ما هكذا ديار الإسلام، ما هكذا ديار الإيمان. ما من كتاب نقرأه من الكتب المطولة في الحديث ولا في الفقه إلا قاعد يكتبوا لنا كتاب اللباس والزينة، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، يجب يحرموا يهلهم. هذا هو موجود عندنا في الشريعة، ما يتعلق بالألبسة، حلال حرام مكروه مباح سنة، يسن ويحرم، داخل وسط كتاب اللباس وسط كتاب السنة، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وعمل رسول الله كذا وفعل رسول الله كذا. نضيع أنفسنا؟ هذا كنز من كنوز ديننا، كنز من كنوز شريعة ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، نحن نحتاج إليها والأمة تحتاج إليها. الذي بهذلوا بأنفسهم في ثيابهم وغيرها في العالم، هم محتاجين لهذا الخير، هم محتاجين لهذا الشرف، هم محتاجين لهذه الرفعة، هم محتاجين لهذا الإنقاذ. ما نحن محتاجين لنتبعهم ولا نسقط كما سقطوا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فوجب أن نعلم أسرار هذه المعاني فيما يبين لنا رسول الله. من يحرم المغفرة في مثل ذي الليلة؟ المنان بالصدقة، يتصدق ولكن يمن بها، بدل ما يكسب المغفرة بالصدقة يحرم المغفرة. ليش؟ أنه مرض في قلبه، يظن نفسه أنه المعطي وأنه الرزاق، ما درى أنه خرج من بطن أمه ما يملك شيء، ما درى أن الأمر أمره والرزق رزقه والملك ملكه سبحانه وتعالى، وله الحمد إن وفقه. وما هذه نظرة الكافر ونظرة الفاجر، لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا، يظنون أنه بيدهم الأمر وأنه بيتحكمون بالمادة على الناس، وكم لعبة الناس بالمادة بناس. لكن ممن لم يعرف الله، أما من عرف الله لا تلعب به المادة ولا غير المادة، وله العز بالله سبحانه وتعالى. من لم يعرف الله تلعبه المادة، كما يجيب المادة الدجال الخبيث ويتبعه أكثر الناس من أجل الخبز ومن أجل المادة. يقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت يا رسول الله لو أظهرت الإيمان به وأكلت من خبزه حتى شبعت ثم كفرت به؟ ضحك وقال له: لا 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 تتبع المبادئ الخربطية ذي، ما تتبع هذه المبادئ الخيالات الفاسدة كما يفعل كثير من الناس. يقول لك قصدنا كذا وبنمشي بعدين كذا، لا 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 لا، خلك على تقوى، خلك على صدق، خلك على قدم واضح. لا، بل يغنيك الله بما يغني بعباده المؤمنين معك في ذاك الوقت، وإن كان وقت الدجال، مؤمنين صادقين أوفياء يغنيهم الجبار ولا ينساهم، يغنيك بما أغناهم. روح خل الطمع في خبز الدجال وخلي الالتفات إلى ما عنده، جوع شوية واصبر وروح بيغنيك ربك وبيرزقك سبحانه وتعالى. هذا المسلك، هذا المسار الذي تركنا عليه المختار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وصاروا يلعبون حتى إلى الزكاة جاءوا يلعبون فيها ويتمننون بها، وفوق التمنان عادوا بيعطيها، ذا لأنه ينفعه وذا لأنه له غرض فيه وذا لأنه مصلحة وذا بيعطيها للحزب الفلاني لأنه سياسته تبعه. لعب تجري، إساءة أدب مع الرب جل جلاله، تحكم على الله في ملكه وفي رزقه جل جلاله، لا يجوز، لا يجوز. المنان بالصدقة محبوطة صدقته ومعرض أن لا ينظر الله إلى يوم القيامة، فكيف بمن عادوا فوق المنبهة يتحكم فيها بهواه ويعطيها للمصالح حقه اللي يأخذون تبرع لكذا ولا لكذا وبعدين يصرفونه في مصالح السياسة أو مصالح شؤونهم النفسية، ما هم دارين أن وراها مسؤولية
قبل ما يمشي على الصراط سؤال: كيف أخذته وفيما أنفقته؟ تعال، أي ريال دخل عندك وأي درهم وأي فلسك من أين أخذته؟ فيما أنفقته؟ كيف دخل وين خرج؟ من السوء أنه بيجي الحساب هذا، ما بتحاسبهم هيئات في الدنيا، ولكن بيجي يوم الحساب. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يقول سبحانه وتعالى. فوجب على كل مؤمن يتقي الله، وإذا تمن على قليل أو كثير يمضيه حيث أحب الله وحيث أراد، لا حيث تشتهي نفسه ولا حيث يكون غرضه، ولا هي تبع للأحزاب ولا للسياسات. ما جاء من صدقة وما جاء من تبرع ماشي دخل للسياسة فيه، ولا شي دخل للسياسة في زكاة، إنما هي حق الله فرضها للأصناف ذكرهم في قرآنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. خذ نصيبك من الليلة، ليلة النظر قام فيها خير البشر، خصها بمزيد من الإحياء، وهو الحي صلى الله عليه وسلم والمحيي لليل وللنهار، وما حيي حي إلا بسر حياته عليه الصلاة والسلام. مع ذلك خص الليلة وقال: إن جبريل أتاني وأمرني أن أستغفر لأهل بقيع الغرقد. خرج إلى المقبرة ودعا لهم واستغفر لهم، زارهم، ورجع صلى الله عليه وسلم. تبعته السيدة عائشة لما فقدتهم في فراشها، وقال: ظننت أنه ذهب إلى بعض صويحباتي فوجدته في البقيع يدعو الله، فجئت قبله أسعى، فلما وصلت قال: يا عائشة أين كنت؟ أخفت أن يحيف الله بك ورسوله؟ يا عائشة، إنها ليلة النصف من شعبان، وإن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وإن جبريل أتاني وأمرني أن أقوم ليلة وأن أزور أهل البقيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت الروايات فإن الله يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وفي رواية يعتق، ما هو مثلها، أكثر منها. من ذاك الوقت النبي تكلم بهذا الكلام والمسلمين من الإنس محصورين، وشي أعداد كبيرة، ولكنه يعرف سعة أمته صلى الله عليه وسلم واتساعهم إلى يوم القيامة. ويقدر الله المغفرة في تلك الليلة لأكثر من عدد شعر غنم كلب، هذه القبيلة المشهورة بكثرة الأغنام، ما هو عدد غنمهم، عدد شعر غنمهم. نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله يوفر حظنا منها. وسجدوا نبيك بكاء في مثل ذي الليلة، وهو كل ليلة يبكي. الله ينقي قلوبنا ويصفيها ويرزقنا خشية وخشوع، نشارك نبينا في الخشوع في البكاء لله سبحانه وتعالى في مثل ذي الليلة. قد سمعوه في دعاء يتذلل للرب، كان سيدنا علي يفرغ نفسه للدعاء وللقيام في هذه الليالي، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عرفة وليلة عيد الأضحى. وجاء في الخبر عن أربع ليالي وأيامهن، وذكر ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة وليلة العيد وليلة الجمعة. الله يبارك لنا في ليالينا وفي أيامنا، ويفتح أبواب الفرج للمسلمين إن شاء الله في ليلتنا هذه. يا رب تدارك الأمة وما نازلها، يا لطيفا لم يزل ألطبنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطبنا والمسلمين، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا، زل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف ألطف بنا والمسلمين، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، من راحمين فرج على المسلمين.